دكتور مدني، آخر سؤال عندي، بعيدا عن الكورة والرياضة، عندنا هنا في الاستديو أم سعود الخطابة، ما تبغانا نضيف اسمك على اللستة؟ يبغى الواحد يشوف انه يعيش في الامارات. لا بتبقى معانا يا دكتور علي تغريد. يعطيك العافيه حازم. دندن اعطينا الصوره ما بين الاستاذ، طبعا نوجه له تحيه الاستاذ مدني الرحيمي، وما بين ام سعود، ممكن يبغى يسالها. الف تحيه طبعا للاستاذ الكبير، يعطيك العافيه حازم. يعطيك العافيه يا دكتور مدني. لا انا بالنسبه اقول لها، هو الواحد بيقول لك انه يعني قبل ان تخطبي له وحده، الجمال اللي موجوده وجمال الامارات معروف وروحهم عاليه وده، فهذا يعني عشان كده الواحد يعيش في الامارات. فضحتنا يا استاذ مدني الله يهديك. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه يا دكتور. ايش رايك يا مسعود؟ شكرا يا حازم. يا اهلا وسهلا، حياكم الله. لا واضح اليوم احنا رايحين الله رايحين فيها. الله يستر. ابو سعود ايش رايك؟ مضطر انسحب. انسحب براحتك، هتتكلبش بعدين. ايش رايك يا مسعود؟ والله ايش اقول لك، ما شاء الله يمدح الجمال الامارات. الحمد لله ما عليهم قصور ابد. اي الحمد لله، اكيد السعوديه والامارات واحد، ولكن اهم شيء الجمال الروحي اكثر من جمال الوجه. هذا هو، هذا جمال الوجه، جمال زائل. الجوهر الداخلي اهم شيء. انا اشهد.